تجارب من 2000 من عام 2000 لحد الآن، ولا زلت في تجارب. الفنان ما يوصل، الفنان لما يقول أنا وصلت هنا بدأت نهايته. الفنان في تجريب حتى تنتهي حياته، لا زال في تجريب، في إبداع، في محاولة للابتكار. الفنون الحديثة فيها منطلق ومتسع للفنان في فضاء غير محدود، لكن لما أنا أقيد نفسي في فنان كفنان 20 سنة في مجال معين أو في مدرسة معينة، هنا بداية النهاية أو بداية الإفلاس الثقافي والفني والأداة، يعني كاستخدام أدواتك أنه وقفت. لا طبعا الفنان لابد أنه يمتلك الاطلاع والقراءة والممارسة، وبعدها الإبداع، يحاول أنه يوصل مرحلة الإبداع الابتكار، لا يتوقف، ينتقل زي النحلة من وردة لوردة، يبحث عن الجودة، يبحث عن الجمال. أنا ما أتكلم عن الناحية الأكاديمية، أنا ممكن إنه جتني الفرصة وأخذت درست وفهمت، لكنه في بعض الفنانين لا، مبدع من الله، يمكن ما يقرأ ولا يكتب لكنه مبدع، زي الشاعر، زي الملحن، عنده نوع من الابتكار، وموجودين في الساحة، موجودين، أنا قابلتهم شخصيا. يمكن أنا أقمت حدود ما يقارب 62 دورة لعدة فنانين وفنانات، منهم مبتدئ ومنهم محترف. وجدت ناس كثير عندهم ملكة الإبداع بشكل مختلف. لما أسأل عن مرحلته الدراسية إنه ما درس فن، لكنه دخل الدورات وحاول يستفيد من ممارسات أو بعض خبرات الفنانين، وجد إبداع غير طبيعي. أنا أقيم الفنان ما هو بعملقته، في مدته، في الوجودة في الفن، لا، أنا أقيم الفنان بما يقدم، بالشيء الجديد. أنا بعيد عن التقليدية، لما أرى لوحة فيها قمة جمال أو فيها كمية من الجمال الفني لكنها مقلدة، وعمل آخر في نوع من الإبداع والابتكار والتجديد، أنا تعجبني اللوحة اللي فيها الابتكار بعيد عن اللوحة اللي فيها نوع من التقليدية. عندنا فنانين كثير كثير وفنانات، أنا أتكلم الجيل الحالي، شباب ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله عندهم المجال في الاطلاع، في التواصل بالعالم كامل، الاطلاع على التجارب في شرق آسيا، في اليابان، في كوريا، الاطلاع على جنوب أمريكا الجنوبية، الاطلاع على الفن في جميع أنحاء العالم. هذه أصبحت سهلة،